وزي ما احنا عارفين دايما اسرار جدودنا الفراعنه لا تتوقف، وكل يوم بنعرف جديد ويعني مزيد في حياه واسرار الفراعنه القدماء. طيب، امبارح وزاره السياحه والاثار اعلنت عن بدء الموسم السادس لحفائر البعثه الاثريه المصريه في سقاره، واللي يبدو كده انه يعني هيكون موسم مبشر الى حد ما، لان اليوم الاول اسفر عن كشف عجيب وغريب. الكشف ده هو عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية عليها كتابات باللغة المصرية القديمة، وداخل الأواني دي لقوا قوالب من الجبن الأبيض. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد يوسف عويان، مدير منطقة آثار سقارة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني دكتور محمد، في البداية يمكن أنا توقفت في الخبر ده تحديداً عند أهمية الكشف وعند الجبنة البيضة اللي لقوها في الأواني بعد مرور آلاف السنوات دي. تمام. هو طبعاً مصر القديم دايماً أعتقد تعاطيك. أنا أستأذن حضرتك لو نقف في مكان فيه شبكة. تمام يا فندم. اتفضل يا دكتور. هو المصري القديم كان بيعتقد في البعث بعد الموت، فبالتالي كان بيضع القرابين جنبيه دايما بجوار الجثه، سواء بجوار التابوت او سواء في المقبره او سواء في رسم انواع مختلفه من القرابين على الجدران الخاصه بالمقابر. فبالتالي من ضمن هذه القرابين كانت الجبنه، والجبنه يعني هو موروث لينا احنا حتى في العصر الحديث حتى الان، ان احنا بنخزن الجبنه بنعملها ونخزنها ونحطها في زمان في اواني الفخار او في اواني البلاستيك، فهي نفس الفكره اللي احنا تورطناها من المصر القديم. احنا بدانا هذا الموسم من حوالي 10 ايام تقريبا، فبدانا وجدنا مجموعه من الاواني الفخاريه فيها قطع تشبه الجير، وطبعا على اساس ان هي متحجره وملفوفه بشاش. وطبعا من خلال الدراسه بتاعتنا احنا عارفين ان دي جبنه كانت موجوده بواسطه المصري القديم، والجبنه دي كانت موجوده على جدران المقابر تحت اسم مصري قديم في قوائم القرابين ياتيب. اللي هي الجبنه الملفوفه، وليها اسم ثاني الجبنه البيضاء اللي هي الحرم، واللي هي جاء منها في اللغه القبطيه حلوم، وفي العصر الحديث بنسميها الجبنه الحلوم. ومصدر الجبنه كان في العصر القديم من الماعز، لبن الماعز ولبن الابقار، لان الجاموس لم يعرف الا في العصر الاسلامي في مصر. هايل. طب دكتور محمد، هي دي اول مره نكتشف اكل يعني الفراعنه كانوا محنطينه، ازاي ما اتحللتش لغايه النهارده؟ هو طبعا موضوع اكتشاف الجبنه تم اكتشاف برضو اواني فيها جبنه من قبل في مناطق اخرى في سقاره في عصور مختلفه. هو المصري القديم كان بيلفها وبيحطها في الاناء وبيجففها، فهي بطبيعتها بقت جافه وموجوده في الصحراء في الرمال الجافه، فحصل ليها ان هي يعني تحجرت نسبيا، بقت عامله زي الجير ولم تتحجر، لان هي كانت جافه واتحطت في اناء في رمل صافي جاف في الصحراء، فده حافظ عليها. دكتور، حضرتك بتقول ان الكشف يعني بدأ او بدأتم في النسخة السادسة من البعثة المصرية الخاصة بالكشف في سقارة من 10 ايام تحديدا. اهمية بقى الكشف المبدئي اللي انتوا لقيتوه من اواني فخارية عليها نقوشات فرعونية. هو طبعا الموقع اللي احنا شغالين فيه هو موقع مهم جدا، لان هو بيحوي مقابر وقطع اثرية لعصور تاريخية مختلفة ترجع اقدامها الى 2500 سنه قبل الميلاد، يعني 4500 سنه من الان. عندنا مقابر من عصر الدوله القديمه، عندنا مقابر من عصر الدوله الحديثه 1400 ل 1200 قبل الميلاد، عندنا معبد ضخم من المعبوده بسطت من 600 قبل الميلاد الى 300 قبل الميلاد. اكتشفنا في هذا الموقع مقبره مهمه جدا لوحدي احد كبار الكهنه في عصر الاسره الخمسه الفرعونيه. اكتشفنا مجموعه من المومياوات والتماثيل الخاصه بالحيوانات المقدسه، اشاره القطه بسطت، ثم النمس والثعبان والجهران والتماسيح وخلافه. اكتشفنا مجموعه ضخمه من التوابيت الخشبيه الملونه، اكتشفنا برديتين، البرديتين دول طول الواحده يعني تم نقلهم للمتحف المصري، تم فك جزء من واحده مبدئيا
اكثر من 3 متر ومزرعه البرديه ملكوفه من المتوقع ان يكون طولها حوالي 10 متر. اكتشفنا تمثالين جمال جدا من الخشب للاله انتيس والاله زيس الاكبر او اشهر النائحات في مصر القديمه. اكتشفنا خبيئه من التماثيل البرونزيه لمعبودات مختلفه. ده طبعا كل ده اكتشفناه في الموقع. طبعا استمراريه العمل في الموقع، احنا بدانا الموسم استكمالا لاعمال الحدائق التي جرت في المواسم السابقه، بنستكمل الكشف عن بعض المقابر من الدوله القديمه وكذلك بعض الابار من العصر المتاخر، ومن المتوقع ان شاء الله ان يكون في نتائج جيده على مدار الموسم ان شاء الله. طيب هل في بشاير بتقول ان احنا ممكن نلاقي مقبره مهندس هرم زوسر صاحب اول بناء حجري في الموسم ده؟ هو طبعا ده لغز محير جميع علماء المصريات لاكثر من 200 سنه، ان المهندس الاشهر على الاطلاق في الحضاره المصريه القديمه اللي هو امحوتب اللي هو صمم المجموعه بتاع ملك زوسر والمفروض قبره في سقاره، بس حتى الان لم يعثر عليه بعد. فهو حلم كل اثري بيشتغل في سقاره انه يكتشف هذا القبر، بس حتى الان هو عمليه محيره مش عارفين فين بالظبط. بعض الدلائل تشير الى ان يقع الى شمال الهرم المبارك منطقه شمال سقاره، حيث توجد مقابر كبار الموظفين من عصر الاسره الثالثه. بعض الادله بتقول ان هو في محيط المجموعه بتاع الملك زوسر، فان المهندس ده خدم مع زوسر واسمه وجد على قاعده تمثال للملك زوسر، لكن حتى الان لم يعثر على المقبره بعد، وكلنا امل ان شاء الله في المستقبل القريب ان احنا نتوصل الى هذه المقبره. ان شاء الله، يعني كلنا امل وكلنا ثقه في يعني المرشدين وفي حضراتكم والكاشفين عن الاثار المصريه القديمه اللي انتوا توصلوا لهذه المقبره علشان يكون سبق يعني عليه الأختام المصرية بقى، إن اللي لقى ده هم أحفاد الفراعنة. دكتور محمد يوسف عيان مدير منطقة آثار سقارة، بنشكر حقيقة فندم على وجودك معانا وتمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق.